يمين بالله، من يوم ما دخلت المجلس ده وانا ضد الحكومه، ضد النظام السابق ده كله. عارفه ليه؟ كانوا عاوزين انني اوافق على كل حاجه القوانين اللي عايزين يمرروها، كنت بقف وارفض، وارفض تماما. عارفه ليه؟ عشان القوانين دي كانت معموله مخصوص عشان بعض الناس الصغيره اللي هم رجال الاعمال بتوع الحزب الوطني. لكن انت كنت عضو لجنه السياسات. هي سيولوجيه، هي صح. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا طول عمري صوت المعارضه جوه لجنه السياسات دي، يعني ضد الحكومه. وعارفه ليه كمان؟ الناس دي ما كانت معميه، ما شايفاش قدامها. مش حاسين بالناس الغلابه اللي ما لقيش، اللي مش لاقي ياكل، اللي محتاج ابره كيس دم، واديك شايف المستشفيات واللي حاصل فيها، الناس تعبانه. وهم معميين، ما شايفيش قدامهم، شايفين مصلحتهم بس. عارف المشكله بتتصب فين؟ تزاوج السلطه والمال دعماهم. عشان كده كنت طول عمري ضدهم، واول ما الثوره قامت باركت وقلت زين، وغار النظام في 60 تحيه. لكن انت كنت مسجون ومحكوم عليك بالاعدام، تفتكر ليه يا رومبي؟ بعد فلول النظام السابق ما عجبهمش ان انا هقف مع الثوره، ما انا ضد مصالحهم. اول ما باركت للثوره لفقوا لي تهمة. بس الحمد لله رب العالمين، طلع لي قاضي راجل مسيح شريف، استوعب المساله، شاف ان انا مظلوم، وربنا يبارك له. طيب وايه رايك في الظروف السياسيه اللي بتمر بيها البلد دلوقتي؟ استاذه لبنى، مصر هتبقى عاصمه.